18 دولة مشاركة في الطبعة السابعة للصالون الدولي لصناعة البلاستيك الطباعة والتغليف الذي تم تنظيمه بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، حيث يسعى المنظمون خلق فضاء للمشاركين لتبادل الخبرات والانفتاح على الأسواق الخارجية. اهتمامنا كبير بالجانب المرتبط بالصناعات البلاستيكية وخاصة في مجال التحويل والرسكلة لتخلق فرص كبيرة لإنشاء مؤسسات مصغرة، ولكن دعم المؤسسات الموجودة حاليا أيضا ودعمها في السوق وتفتحها على الفرص الموجودة هنا في الجزائر ولما لا في مجال التصدير. Je pense que tout le monde, les exposants, les visiteurs sont ravis d'avoir des contacts directs après cette long temps. Cette année, on est heureux d'avoir plus que 100 exposants de 18 pays et je pense que c'est un grand succès et ça montre que le secteur de la plasturgie, de l'emballage et de l'imprimerie en Algérie est vraiment en essor. العارضون أجمعوا على أن الصالون يعد فرصة للتعريف بمنتوجاتهم والاطلاع على أهم التطورات التكنولوجية في المجال للرفع من جودة الإنتاج قصد الاستجابة لمتطلبات السوق. مناسبة أيضا ستكون مواتية لعرض التقنيات والحلول التي اكتسبها مجمعنا العميد في هذا المجال مع إبراز قدراتنا كمؤسسة 100% جزائرية تستعد للتنافس في السوق العربي والإفريقي بعد تحقيق الاكتفاء وطنيا. نرجع نشوف زباين تبعنا، نرجع نحس السوق، لأنه تعرف أنا سنتين كنا شوي غايبين يعني بالنسبة للباك اند فورس كيف بنقول مع الزباين، وإن شاء الله وعندنا بروجكت أكيد بالجزائر نتكبر أكثر مع الزباين. L'Algérie est un pays qui se développe. Aujourd'hui, c'est un des pays qui se développe le plus en Afrique. Le but ce serait de vraiment d'être là, c'est de faire connaître notre société aux industriels et aux entrepreneurs algériens. الصالون الدولي الذي يمتد لثلاثة أيام ينتظر أن يكون انطلاقة جديدة في صناعة البلاستيك والطباعة والتغليف لما لهذه المواد من أهمية في الاقتصاد الوطني.